كده أليس هو خائن؟ ألا يستحق الحكم عليه بأنه خائن وأنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى؟ هو في أكتر من كده؟ نفسي نشوف واحد فقط بعد محاكمة عادلة وثبوت الأدلة عليه يتعدم في ميدان عام. هنلاقي رد فعل تاني، هنلاقي رسالة تانية غير الرسائل اللي هم بيحاولوا يوجهوها للمصريين قبل بداية الاستفتاء. هنخرج وهيتم الاستفتاء على الدستور، كل واحد فينا هينزل يقول رأيه. احنا ما بنقولش لحد قول ايه، قول رأيك بس تخرج وهيتم تأمينك. وانا بطالب الفريق السيسي انه يخرج ويطمن الناس بكم التأمين في المرحلة اللي جاية. أرجو أنه الفريق السيسي يخرج عشان يطمن الناس بعد هذه الرسالة القاسية اللي بيشوفوها على شاشة التلفزيون دلوقتي، يطمنهم ويقول لهم أنتم متأمنين. وإحنا كمصريين عندنا من الشجاعة أن إحنا نخرج، يعني برضو يعني أنا عايزة أشوف كل الطرق أن إحنا ما نقعدش في البيت. إحنا كمصريين عندنا الشجاعة الكافية أن إحنا نخرج ويتم الاستفتاء على الدستور، وما يهمناش اي حاجة من اللي بيعملها شوية القتلة الارهابيين. لا دين لهم، اوعى حد يتكلم باسم الدين، اوعى حد يتكلم باسم الدين اطلاقا. الدين بريء منهم ومن امثالهم، والله العظيم الدين بريء منهم ومن امثالهم. احنا كمان داخلين يعني في مصر الاحتفال الاخوة الاقباط بأعياد الكريسماس، يا ترى بقى الانفجار اللي جاي هيبقى فين؟ في الكنيسة ولا تفكيرهم بيكون ازاي؟ انا مش عارفة افكر زيهم بصراحة. يعني الارهابي هو اللي ممكن يفكر بطريقة الارهابيين. احنا كمصريين ناس مسلمين مش عارفين يعني نفكر ازاي، بس احنا عندنا من الاجهزة الامنية والقيادات الامنية اللي تقدر تفكر بالطريقة الصح وعارفة ومتابعة خطواتهم عشان نقدر نوقف عليهم اي خطوه ممكن يخطوها في المرحله اللي جايه. عايزين يعملوا ايه بقى؟ عايزين يعملوا فتنه؟ حاولوا وما عرفوش، بس هم ما بيزهقوش، ما زالوا بيحاولوا، ولازم احنا كلنا كمصريين نبقى فاهمين الكلام ده كويس. هل القادم هيكون اسوأ لو سكتنا عليهم؟ اكيد. لو كمسؤولين وكاجهزه امنيه سكتنا وما كانتش فيه محاكمات رادعه وما كناش نشوف فيهم واحد واثنين وثلاثة من مجموعة القتلة دي هم بيعدموا في ميدان عام، يبقى القادم أسوأ، يبقى القادم أسوأ. تحاولوا تعملوا إيه؟ تحاولوا تعملوا إرهاق للجيش وللشرطة قبل الاستفتاء؟ تفتكروا الأجهزة دي مش فاهمة طريقتكم؟ لا، هما فاهمين طريقتكم كويس، وده مش هيجيب نتيجة. اوعى تفتكروا انه ممكن ان انتوا تشعلوا الفتنة في البلاد اطلاقا، ابدا مش هيحصل. معانا زميلتنا العزيزة نادية النادي اللي موجودة في الشارع من الساعة 12 بالليل. نادية نادية سامعاني؟ الو 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 سامعاني؟ ايوه يا ناديه سامعاكي. اوصف لنا اللي عندك يا ناديه من بدايه نزولك من البيت ومتابعتك للاحداث. يعني انت عايزه من بدايه الحدث نفسه؟ يعني من بدايه الحدث طبعا الساعه 1 صباح اليوم فجاه اهل المنصوره كلهم انفجار مروع. هذا الانفجار نتج عن يعني قنبله كانت لانها زرعه جوار مديريه امن الدقاليه في الشارع الذي يوجد بينها وبين مبنى مسرح المبنى الحكومي في احد البنوك وفي مسرح المنصوره القومي وبجواره ايضا مبنى مركز المنصوره. الحادث طبعا نتج عنه انهيار في مبنى المجاور لمديريه الامن وانهيار جزء في مديريه الامن وتصدعات في المبنى المجاور. اضف الى ذلك هناك ايضا يوجد حالات كثيره من تحت الانقاض. استمرت عمليات الانقاذ والاخلاء حتى الساعات الاولى من الصباح من صباح اليوم، يعني انقاذ كل الساعه 6 صباح اليوم. استمرت عمليه ايضا التمشيط والبحث
يعني حتى الان الناس عمليه من التمشيط والبحث، هناك حاله من الطوارئ حول المديريه فردون حولها. اضف الى ذلك ان هناك عدد المصابين 102، عدد الوفيات 12، منهم عميد شرطه ومنهم عدد من الشرطه ومنهم بعض المواطنين. هناك ايضا اصابات من خلال جولتي في مستشفى المنصوره الدولي التي ابرزها الان، هناك بعض المصابين داخل من المدنيين من الحراس ومن اصحاب المحلات، واصابات خطره. وزير الداخليه امر بنقل احدهم الى المستشفى بعلاج احدهم مستشفى المعادي العسكري. طبعا هذا المريض اصيب بكسور شديده في العمود الفقري، وهم قالوا لي الاطباء ان هناك عمليه تشنيط له حتى يتم الاخير. هو اخيه، هم اثنين اسره واحده مصابين. تم قمت باجراء حوارات معهم ومع اسرتهم، هم طبعا في حاله يعني نفسيه سيئه، لم يستطيعوا حتى ان هم يعني من شده الانفجار ان هم يكتبوا بما حدث. اضف الى ذلك ان هناك ايضا مصابين، هناك لواء شرطه، لواء قنديل هنا في العنايه المركزه، يعني نتمنى لهم السلامه. كان هناك اصابات شديده في الوجه، ويعني تم اجراء جراحه استمرت 4 ساعات له. هناك ايضا بعض الاصابات اللي نقول اصابات ما بين شديده واصابات تعتبر يعني ردود وتجاعات في المخ، وبعض الارتجاجات قبل ان احد المصابين فقد يعتبر فقد الذاكره. اضف الى ذلك هناك ايضا لو بصيت يا اميره ان في عمليه طبعا من كان هناك دعوه من المواطنين للتبرع بالدم داخل مدينه المنصوره بسؤالي لوكيل مديريه الصحه، وكان قد اعلن لي وكيل وزاره الصحه ان هناك حاله من يعني الاستنفار داخل المستشفيات وتجهيزها بكل ما يتطلبه المصابين. لو هم هناك دعوه من المواطنين بالتبرع بالدم. ايوه، هم محتاجين فصائل ايه يا ناديه؟ عرفينا. مفيش احتياج، اكد لي وكيل المديريه انه لا حاجه، وان هناك تبرعات كثيره من المواطنين. قاموا بالهروب يرجعوا الى مركز الدم، وقاموا وهناك ايضا واكد لي ايضا ان مستشفى المنصوره مستشفى طلقه كان هناك بعض الناس قاموا بالتبرع داخل المستشفى. اضف الى ذلك هناك بعض يعني المصابين من بعض احد المجندين من مديريه الامن، هم قريبين من الخصوص، اهله لا يعلمون عنه شيء، وقمنا بالتسجيل معه، وسوف يعني نرسل بياناته مع الرساله القادمه ان شاء الله. واحنا هنتابع معاكي. ناديه، اتكلمتي مع مين من 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 القيادات اللي موجوده؟ في حد اتكلمتي معاه كان له تعليق، طلب حاجه؟ قول لنا عشان من على يعني من خلال الهواء نحاول نساعد باي شيء. القيادات الامنيه طبعا كلها يعني في حاله، انت عارفه مدير الامن مصاب ومعه مساعده، هناك ايضا اصابات ايضا في امن مكتبه، يعني العمليه طبعا لا يوجد احد منهم من تستطيع ان تفدي منهم بتصريح رسمي، اي تصريحات رسميه من اداره الصحه ناخذها او من الاسعاف، ويعني حتى الان لا يوجد بيان طبعا كما تعني الا البيان اللي صدر عن وزاره الداخليه. شهود العيان قالوا ايه يا ناديه؟ شهود العيان حسب المصابين ان هناك او انهم فوجئوا بالارتطام الشديد من الجسم الذي احدث الانفجار والذي ادى الى انهيار في بعض في العقار، وايضا تحطيم نوافذ العقارات والمحلات المجاوره حول مديريه الامن، وامتدت الى مسافات في محيط ليست القليل. هناك ايضا يعني بعض المحلات التي يعني كانت واجهتها زجاجيه، فبالمشاهده صباح اليوم يعني تعتبر تحتاج الى تامين شامل بالبضاعه والاشياء التي توجد بها ممتلكات اصحاب المحلات. ناديه، انا بشكرك وهنتابع معاكي على مدار اليوم تغطيه لهذه الفاجعه الكبرى في محافظه إد أهلية. شكرا ليك يا ناديه، جزيل الشكر. يعني مش عارفه هم يعني عايزين ايه، يعني ايه اللي بيعملوه ده؟ وبعدين بيختاروا كمان عايزين يبعتوا رساله مهمه قوي، يعني شايفين القيادات اللي موجودين في مديريه الامن اللي هم بيحموكوا، احنا استهدفناهم وفجرنا مديريه الامن. دي رساله في منتهى الخطوره، رساله في منتهى الخطوره. هل مديريه الامن ما هياش مؤمنه بالقدر الكافي لدرجه ده يحصل لها كده؟ كلامي ده بوجهه للسيد وزير الداخلية.
ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو احنا كمصريين احنا لازم نتكلم مع بعض بصراحه بمنتهى الشفافيه بقى، مش في كلام في على شاشات التلفزيون وكلام خارج شاشات التلفزيون. الكلام ده ما عادش ينفع، يعني زمنه انتهى. يعني بمنتهى الصراحه كده، ازاي تحصل حاجه زي كده في مبنى المفروض ان هو مؤمن، في القيادات القاعده بتفكر وبتدي التعليمات في حال حدوث شيء لا قدر الله، ازاي ده يحصل؟ هل مفيش تأمين كافي؟ مش ممكن، مش ممكن. في هنا حاجة غريبة، ازاي؟ هل في خيانة؟ اكيد التحقيقات هتظهر اشياء كتيرة احنا مش شايفينها ومش عارفينها. يعني انا ابسط حاجة لما اتكلمت مع زميلي محسن الصباغ وقلت له احنا شايفين انهيار في المبنى ومش شايفين لا في دخان ولا في نار ولا في حرائق. مش معنى كده ان انا عايزه دخان وحرائق، لكن بنحاول نفكر بصوت عالي. ايه ده؟ قنبله مصنوعه في اسرائيل مش موجوده الا مع حماس. هي حماس خلاص الجهاد بتاعها ثبت قضيتهم، ده ان كان لهم قضيه اساسا، ده ان كان لهم قضيه بقى، ده واضح ان هم ما لهمش قضيه، ده واخدينها كنوع من الشو او البروباجندا ليهم في بين دول العالم. سيبين بقى قضيتهم وجهادهم دلوقتي بقى جوه مصر. مصر اللي طول عمرها شايله همكم، بتموتوا اهلها، بتموتوا المصريين المسلمين الشرفاء الاتقياء، بتموتوا المصريين الشرفاء الاتقياء بقنبله اسرائيليه الصنع. ده ايه التعاون ده كله؟ ده ايه التعاون بينكم وبين عدوكم ده؟ ايه ده اللي احنا بنشوفه ده؟ احنا على الشاشه معانا مشاهد داخل مستشفى المنصوره. طبعا الدنيا زحمه وال يعني المفروض انه يكون في نوع من النظام. الحقيقه انا عرفت انه كل الاطباء موجودين، حتى الاطباء الاسنان كانوا موجودين عشان يقوموا بواجبهم ويقوموا بدورهم. شايفين قد ايه الحس المصري الوطني الجميل؟ موجودين عشان يلحقوا، اللي يقدر يلحق حاجه يعملها يعملها.